معي من غازي عنتاب محمد حسن، المدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم في الائتلاف السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. طبعا لا نتحدث عن أول شتاء يمر على النازحين السوريين والمعاناة ذاتها، إذا ما قلنا بأنها تزداد أصلا. ما دوركم؟ كيف يمكن أن نختصر هذا الدور سيد محمد؟ مساء النور لك ولضيوفك الكرام. مساء شكرا النور لكم. يعني في الحقيقة أنه فعلا أنه ما دورنا، وبعد 5 سنوات من الأزمة، ليست أزمة إنما كارثة، من الصعب جدا أنه نتحدث فقط عن الأرقام. الذي شاهد ليس كمن سمع، يعني وكان في فرصة للناس اللي عرضوا على شاشتكم الكريمة أنه يعبروا أو يوجهوا رسالة للعالم ليشوفوا المعاناة، ولكن الأرقام الهائلة اللي عم تجينا من خلال إدارة المعلومات في وحدة تنسيق الدعم اللي هي عندها خارطة تفاعلية عن النازحين هي أكبر بكثير من هذه الأرقام. هناك أكثر من إذا تكلمنا في الواقع، وسيما في مرحلة الشتاء الذي هو قطاع المأوى بالدرجة الأولى، فالناس بحاجة إلى مأوى. هناك أكثر من 73% من المخيمات تحتاج إلى رصد طرقات، هناك أكثر من 4000 خيمة بحاجة إلى تبديل، هناك أكثر من 21 خيمة بحاجة إلى صيانة وعوازل مطرية. هذا فقط في قطاع المأوى، ناهيك عن القطاعات الأخرى التي تأمين الخدمات الصحية لهؤلاء النازحين، قطاع المياه والصرف الصحي. أما عن التعليم فحدثي ولا حرج. صحيح، هذه يعني المعاناة التي لا يمكن أن نغفل عنها طبعا. تضيف مشكور سيد محمد على ما ذكرناه في التقرير. عن أي منظمات، عن أي دور أو أدوار نتحدث هنا سيد محمد؟ من أصعب أو أهم الصعوبات التي يواجهها النازحون اليوم، نتحدث عن غياب دور المنظمات. تماما، ليس غياب دور، إنما نحن لدينا تضخم في دور المنظمات. سيدتي، نحن لدينا أكثر من 3000 منظمة مجتمع مدني، ولكن للأسف شتات، نحن في غياب للتنسيق في كل مراحل. وفي كل دول العالم تجدين الحكومة، تجدين منظمات المجتمع المدني، تجدين المجالس المحلية، كل له دوره ويتكامل ويتشارك ويوزع الأدوار فيما بينه ويتحدد المسؤوليات. المشكلة لدينا في سوريا، المشكلة لدينا نحن، غيبنا الاستفادة من الفرص الكثيرة. لا يوجد مرجعية إدارية، لا يرجع مرجعية تنظيمية، ولا حتى مرجعية من خلال المنظمات. آلاف المنظمات تريد أن تعمل، ولكن هناك غياب للتنسيق. دورنا كوحدة تنسيق الدعم للأسف بعدما أن تم تنظيم هذه الوحدة غاب عنها الدعم. في عام 2016 لم نتلقى ولا دولار واحد للمساعدات الإنسانية، إنما كانت تذهب إلى المنظمات. المنظمات تريد أن تعمل وتريد أن تعطي، ولكن هناك عدم توزيع عادل لهذه المساعدات، عدم استفادة من تحديد الأولويات. ماذا يريد؟ لا يمكن للائتلاف السوري أن يتدخل هنا. يعني من يعاني اليوم لن يأبه لكل هذه التفاصيل. المنظمات لا تعطي الأولويات، لا تنسق بالشكل المطلوب، هي تعول على الائتلاف، تعول على المعارضة، إن كان العسكرية التي من المفترض أن تحميها أو السياسية أيضا. هنا الدور المهم، أين المرجعية السياسية التي يجب أن تسوق للاحتياجات الإنسانية التي تصدر من مؤسسات كمؤسسة وحدة تنسيق الدعم التي تجمع المعلومات من المجالس والمنظمات على الأرض؟ هنا الغياب المرجعية، من حيث أنه الفصائل العسكرية التي يجب أن تدعم عمل المنظمات المجتمع المدني من خلال تنظيم عمل المعابر، بحيث أن هذه المساعدات تذهب إلى محتاجيها وليست تذهب فقط لإنشاء أو لتنفيذ المشروع. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة. من غازي عنتاب سيد محمد حسن، المدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم في الائتلاف السوري.